واش لا بابا جيسبر كلكم تكونوا ابيان دو بيان ان شاء الله كلشي غيكون مزيان ما ينفض لا فيديو مجدكم واحد اللعبه زوينه سو قبل ما تفرجوا لا فيديو قلت لتحت لك اول مره كتفرج فيا سير لعبه ابوني فرقع مال تلقى حمر ضرب على مال واللي قري وخفت لايك وخلي شي كومونتير زوين المهم داري كما قلت لكم سوغ الفيديو هذا نوريكم واحد استراتيجي باش تعرف تحسب واحد الطريقه باش تعرف تحسب شحال خاصك الدخل ديال الكارب وشحال البروتين وشحال الفات باش تقدر تزيد في البوا ديالك وشحال تقدر دخلت هذا الكالوري غير من الوزن ديالكم كلشي غتعرفوا في هذا الفيديو غنفسر لكم بالسيله والورقه خبط لايك ولو كنت اول مره كتفرج فرقع لي هذا الامر اول حاجه تبدل البوا ديالك من الكيلو للبوند كيفاش مثلا انا كنوزن 77 الا بغيت نبدلها للبوند خاصني نضربها في جوج فاصله جوج الو غتجيني 169 باوند ياك نزيدك واحد المعلومه الا كنتي كتريني انت دو فوا باغ سيمين غضرب هادي غضربها في 12 لا في 10 عفوا الا كنتي كتريني 3 فوا غضربها في 12 4 فوا غضربها في 14 5 فوا باغ سومين غضربها في 15 ياك بالنسبة لي انا كتريني 5 فوا باغ سومين الوغ الا ضربت هادي فوا 5 غتجيني 2553 كالوري خاصني ندخل في النهار 2535 كالوري خاصني ندخل في النهار الا بغيت نزيد في البوا ديالي هادشي ياك نرجعوا لهنا يا 96 كتعطينا كما قلنا 2535 كالوري دابا غنحسب شحال خاصني ندخل ديال البروتيين وديال الكارب وديال الفالت بالنسبه للكارب كيمثل 40% وبالنسبه للبروتيين كيمثل حتى هو كذلك 40% وبالنسبه للفالت كيمثل الدهنيات 20% الكربوهيدرات والبروتينات والدهنيات بالنسبه لهادي 1 غرام نتاع الكارب كيساوي 4 كالوري وبالنسبه لهذا الشيء كذلك 1 غرام كيساوي 4 سعرات الحراريه اما بالنسبه للفالت دونيات 1 غرام كيساوي 9 كالوري غنبداو بالكارب كيفاش غادي ندير نحسبو 0.4 نتاع 40% 0.4 ما يخلوش 100% المهم 0.4 غضربها فهادشي اللي خرج لك هنايا انت شحال السعرات الحراريه خاصك تدخل في النهار غتجيك فوا 2535 ياك غتخرج لك 1014 هاد 1014 غتقسمها على 4 كالوري غتخرج لك 253 غرام خاصك تدخل الكارب وبالنسبه للبروتيين بلا ما تعاود تحسبها مره اخرى حيت هنا 40% و 4% الو كامل غتخرج لك في التالي 253 غرام ندوزو للدهنيات نفس الشيء عشان ندير لها 0.2 فوا 2535 غتجيك 507 على 9 نتاع هادي غتجيك 56 غرام ديال الدهنيات
او هادشي بوضوح العمليه كيفاش تحسب. اول حاجه كتبدل الوزن ديالك من الكيلوغرام كتبدلو للباوند ياك. ثاني حاجه كتشوف الا كنتي كتريني دو فوا بار سيمين اضرب هذا اللي خرجك بالباوند اضربه في 10، الا كنتي كتريني 3 فوا بار سيمين اضربه في 12، كنتي كتخف بار سيمين اضربه في 14، سخانك فوا بار سيمين اضربه في 15 ياك. انا كنتريني 5 فوا بار سيمين الو غنضربه في 15 يعطيني 2535. نهبطو لهنا ونشوف شحال خاصني ندخل ديال الكارب، الكربوهيدرات والبروتينات والدهنيات. المهم الكربوهيدرات كيمثلو 40% والبروتينات كذلك 40%، اما بالنسبة للدهنيات كيمثلو 20% ياك. الكارب كيعطيك 1 غرام من الكارب كيساوي 4 غرام الكالوري، كذلك البروتين والدهنيات 1 غرام كيساوي 9 الكالوري ياك. الى بغيت نحسب الكارب شحال غندخل ولا البروتين باش ما بغيت ندير حيت كيساوي بجوجهم نفس العملية، غنشد 0.4 هذه 40% غتولي 0.4 غنضربها في هذاك الوزن داكشي اللي خرج لك انت على الكالوري اللي خاصك تدخل غيعطيك 1014. هاد 1014 تقسمها على 4 من جبناها من هادي من لهنا، بلي 1 غرام نتاع الكارب كيعطيك 4 كالوري غتعطيك 253 غرام. 253 غرام ديال الكارب خاصك تدخل الدات ديالك الوغ بحال هنايا، هنا وين يخرج لكم 253 غرام ديال الدهن ديال البروتين خاصك تدخلو، 253 غرام ديال الكارب. وبالنسبه للفات الدهنيات نفس الطريقه غتخرج لك 56 غرام ديال الكارب. يلا دراري تشاو تشاو. المهم دراري جوست بلاك واش عجبكم هذا الفيديو هذا، المهم عيط لكم انا على الانستغرام ديالي هنا وهنا فولو وين وغنردها لك. اقترح عليا لي سوجي في الفيديو الجاي ان شاء الله شنو بغيتي يكون وشنو بغيتي تبدل وكذا. I know. I know that you like it like that. Like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket.